من هو حاتم العراقي؟ اسمه، أصله، حالته الاجتماعية، شنو كان يعمل بأيام التسعينات، وليش قرر يعتزل، ومنو اللي لقبه لقب العراقي؟ حضر كوب شاي وتعال احكي لك. الله بالخير. اللي ما يعرفني، أنا عمر الرياض وهذا الدكان. انولد بمدينة الثورة ببغداد سنة 69، وقال عن مدينته هي مدينة المبدعين. متزوج من بنت عمه وعنده 4 أولاد، أحمد وأسعد وعدي وقصي، وبنت اسمها نور، واسمه الحقيقي حاتم مشحوت عباس العزاوي. أما لقب العراقي فصار بالصدفة. بيوم من الأيام وبداية مشواره بوحدة من الحفلات، قدم عريف الحفل لكن نسى اسم والده، فقال حاتم العراقي، ومشى هذا اللقب من ذاك اليوم. هو من عائلة متكونة من 6 أولاد وبنتين. حاتم أكبر أخوته وأخوه الفنان علي حاتم. كان والده يعمل سائق وحاتم بائع نفط. بدأ يغني بأيام المدرسة وبعدين بالأعراس والحفلات داخل المنطقة. بفترة المراهقة كان يحب الملاكمة، لكن بعدين تركها وتوجه للغناء، وكان كل ما يجمع مبلغ يسجل أغنية بواحد من الاستوديوهات اللي بالمدينة. تأثر بالفنان قحطان العطار وكان دائما يحب يقلده، بس بعدين قرر يسوي لنفسه لون خاص. المواويل اللي غناها بصوته المليان شجن هي اللي ميزته عن باقي الفنانين. أول ألبوم سجله سنة 1990 خلوه الأسمر، ومن أول ألبوم انتشر صوته بشكل كبير، ووصلت أغنية صدق مخطوبة لكل العراق ولقبوا الناس عن دليب العراق. وبدأ حاتم يشتغل ويجمع فلوس، وكل ما يجمع يروح يسجل ألبوم على حسابه. ومن سنة 90 إلى 2000 أنتج تقريبا حوالي 18 ألبوم، من أشهرها هاي هي، قلبي على قلبك، أنا الغلطان، النار، عذبيني، يا أبو سميرة، وغيرها من الأغاني اللي باقية بذاكرتنا. وبسنة 2005 قفز نحو النجومية بالوطن العربي، وبدأ يتعاقد ويا شركات الإنتاج، وصور أغنية أشوفك وين يا مهاجر. هاي الأغنية بالبداية كانت أشوفك وين يا مسافر، لكن حاتم العراقي طلب من شاعرها كاظم السعدي أن يغير كلمة مسافر إلى مهاجر، وقال المسافر يعرف نفسه شوكت يرجع لبلده، بينما إحنا العراقيين ما نعرف وين رايحين وش وقت نرجع، فكلمة مهاجر أنسب. وبدأ حاتم يلفت انتباه شركات الإنتاج، وأخيراً إجا اليوم اللي كان ينتظره سنوات. اتعاقد ويا شركة روتانا سنة 2012، وبداها بأغنية شعلومة اللي نجحت نجاح باهر، ووصلته لكل الدول العربية وحتى الدول المغرب العربي. قرر حاتم الاعتزال بعد وفاة أخوه علي، لكن الناس ضغطوا عليه حتى يرجع، وبعد ما تعدى الصدمة رجع العالم الفن. هو يعتبر تلفزيون الشباب صاحب الفضل الأكبر عليه وعلى جيله، لأن بوقتها ماكو أي محطة تبث الأغاني الشبابية غيرها. دخل بمجال الإعلام وقدم برنامج سهراية، ومخرج البرنامج أوس الشرقي طلب منه تقديم البرنامج، وقال له أنت ما عندك مشكلة ويا أي فنان، ولذلك راح ينجح البرنامج. ومشاركته بلجنة تحكيم عراق آيدول كانت إضافة قوية للبرنامج. حاتم العراقي وصلت أغانية للناس قبل أن يوصل اسمه، مثلا موال ذكرتك والسما مغيمة غنى نجوم عرب مثل حسين الجسمي وعاصل حلاني وملحم زين، وهواي ناس ما كانوا يعرفون من صاحب هذا الموال. غنى حاتم شارة مسلسل العرض حالشي اللي كانت بطولة قاسم الملاك، والمسلسل الخليجي الأصيل. خلال جولاته يحب ركوب الطيارة، بس ما يحب يقود السيارة، وغالباً ابن قصي هو اللي وصله بالسيارة. حاتم قرر يفتح استوديو بدبي وبدأ بتجربة التلحين، ولحن أغاني المطربين عرب مثل عاصل حلاني وصابر الرباعي ونوال الزغبي وشذى حسون ودينا حايك وغيرهم. حاتم يمكن من أكثر الفنانين اللي غنوا للعراق وللمنتخب العراقي، ويعتبر مهرجان بابل أهم مهرجان شارك به، ويقول بمهرجان بابل أنا بوست أرض بابل قبل ما أبدي بالغناء، لأن هذا المكان شرف لكل عراقي، ومسرح بابل أجمل مسرح غنيت به. رغم هو غنى على مسارح الإمارات ومصر والكويت وتونس وقطر وغيرها. طبعا أكيد هواي تفاصيل بحياة حاتم العراقي، وهواي أغاني غناها ما قدرنا نذكرها كلها، لكن اللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة،
وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.